إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما كان الناس الذين هم دون النبي صلى الله عليه وسلم ناقصين في استقامتهم وفيها خلل واعوجاج، أمر الله تعالى بالاستغفار مع الاستقامة. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فأمر سبحانه وتعالى بالاستغفار بعد الاستقامة، قال أهل العلم: لأن الإنسان في حالة استقامته يصيبه النقص والخلل والعيب، فيجبر هذا النقص بالاستغفار والتوبة. طيب، وما أريده من مسألة الاستقامة عموما يعني وصف معين لنوع من أنواع الاستقامة، وهي ما تسمى بالاستقامة الجوفاء، بمعنى أن يستقيم الإنسان في الظاهر، يعني يكون على صفة أهل الحق وأهل السنة في الظاهر من ناحية الملبس، تكسير الثياب واللحية والذهاب إلى المساجد وحضور الدروس وملازمة الحلقات وغير ذلك. أما في باطن الأمر فيكون فيه أشياء من الخلل فيما يتعلق بأعمال البواطن، كالمراقبة والخشية من الله والذكر واستحضار النية في العمل والصدق في توجهه إلى الله وغير ذلك. لما الإنسان يكون في شكل البر مستقيم وفي أعمال بواطنه مختل، ده ممكن نسمي استقامته بالاستقامة الجوفاء. وبالتالي يا أخواننا، المحاضرة دي أنا هدفي منها، وإن كان أنا ذاته في حالة صحية تعبانة شوية، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى توفق في بعض الكلمات في أمور محددة، وإنتوا اعتبروها كوقفة تصحيح لنا نحن. يعني المحاضرة لا تختص كثيرا بمن هم ليسوا من أهل السنة، إنما تختص بي وبك، نحن اللي ارتضينا المنهج السلفي، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة، خلافا للمناهج المنحرفة والباطلة من مناهج الأحزاب والطرق والجماعات المنحرفة الموجودة في الساحة. خلافا لده كله، انت اللي ارتضيت هذا المنهج، وانا نحن دايرين نقيف مع نفسنا فننظر في بعض مواطن الخلل فنرمم، كأنها وقفة بتاع التصحيح، مسار ومراجعة واستذكار وترميم لبعض الإشكالات ثم نمضي. طيب، فأولا هذه المسألة، مسألة الاستقامة الجوفاء، لها ضرر على الإنسان، لأنه الليلة بتلقى واحد العامة من الناس يقول لك: ده انت حالتك ابو دقن، تلقى بيدقنه جلابيه قصيرة، لكن في السوق ضارب الجماعة، واحد تلقى بكضب، اثنين تلقى في شغلته في التزام واستقامته
على المنهج السلفي له من وراء ذلك أغراض، عنده هدف. ما استقام على الكتاب والسنة تعبدا لله، إنما له من وراء ذلك أغراض. فهذا له ضرر على نفسه وعلى الناس، يتلخص في أمور ثلاثة. أولا فقد صاحبها ما ينال به رضا الله من صحيح الاستقامة. أنت لو ما بقى شغلتك استقامة كاملة زي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الدين ده خش فيه كله. ليه يعني أنت حريص على إنه لحيتك دي ولا شعر ما تتقطع منها؟ دي السنة، دي السنة. لكن مع ده ما بتكون حريص بنفس هذا المقدار على ما تتلقى من معلومة وعلى ما تتكلم به من كلام، كويس؟ طيب اثنين، تمثل، أقصد الاستقامة الجوفاء، تمثل نموذجا سيئا ينفر عن الدين. تعرف الزول ممكن بسلوكه السيء ينفر ناس من الدين دارين يخشوا، وفي ناس قاعدين ممكن يطلعهم، كويس؟ ولو ما طلعهم بمغس الناس ذاته مغسة ما تتخيلها. ده كله عن طريق مظاهر نحن حنشوفها بعد شوية. ثلاثة، تشكل ذريعة يتكئ عليها الطاعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس حاقدين على المنهج السلفي وما لاقين مجال للطعن في المنهج السلفي من ناحية علمية ولا من ناحية صحة الاستدلال ولا من ناحية المراجع ولا من ناحية علماء السنة، ما لقوا مجال إلا أن يطعنوا في المنهج السلفي من خلال سلوكيات وتصرفات لبعض الأشخاص. ده كله بيكون تركيزه. طيب فأول المظاهر يا أخواننا للاستقامة المشوهة، أول المظاهر طيب شكل الحجار بتاعته كعب، حجار شكلها كعب، خليها وصل الكهرباء ما مشكلة، الناس بتسمع إن شاء الله. طيب يا أخواننا أول هذه المظاهر اللي ممكن تصف صاحبها بأنه عنده إشكال هي ظهور الخلل والحشاشة في باب العقيدة. وطبعا أنتوا تعلموا أنه أعظم ما عند المسلم العقيدة، وهي مفتاح الجنة كما قال العلامة ابن القيم، التوحيد هو مفتاح الجنة. ومقصد الشيطان الأخير أن يضلك في باب التوحيد، لابد يهزك. واعرف تماما إنه ما من إنسان ضل في جانب البدع أو في جانب الشهوات، زول إذا مشى على جانب الشهوات أو على جانب البدع تأكد تماما أن فيه خلل في باب العقيدة، لأن السلوك يتفرع عن العقيدة. ولهذا تجد بؤر الشرك ومواطن عبادة غير الله هي أكثر المناطق فسادا أخلاقيا. ليه؟ لأنه يا أخواننا ما يمنع الإنسان من إتيان الفواحش هو خوفه من الله. والزول اللي بيعبد غير الله
لا يخاف الله، بيخاف من اي شيء الا الله. زول ما تلقى عنده عقيده في قبه ولا في ضريح اعرف انه بيخاف من اي حاجه الا الله. ولهذا يسهل عليه اتيان الفواحش، لانه انت اللي بيمنعك شنو يا اخواننا من الفاحشه؟ اللي بيمنعك مراقبه ربنا. اما نظر المجتمع ممكن تغيب عنه، نظر الشرطه ممكن تغيب عنه، لكن الذي يمنع المؤمن من الفاحشه هو خوفه من الله. يوسف عليه السلام لما دعته امراه العزيز وتهيأت له وهي ذات جمال وسيدته وغلقت الأبواب وقالت هئت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. عشان كده يا أخواننا أعرف تماما إنه مظاهر الانحراف في سلوك الإنسان أو في منهجه مردها إلى العقيدة في الأخير. عشان كده يظهر عندنا الخلل والهشاشة في العقيدة في جوانب، أنا أركز فيها على جانبين. الجانب الأول رؤية النفس واستعظام مجهوداتها. رؤية النفس يعني شنو؟ الواحد يرى أن ما جاء به من عمل هو باجتهاده هو عمله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن قارون، ربنا قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إلى آخر الآيات. قارون قال لهم شنو؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أعرف إنه مهلكة الإنسان في عمله يوم اللي اعتقد إنه دي جابه شطارته، أنت حتضيع بالمناسبة. أنسب الفضل ده لربنا سبحانه وتعالى، صاحب الجنتين ما برضو قال كلام زي ده؟ ها؟ لمن قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك. قال لا يا أخي، لما خشيت جنتك وعجبتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنه ده ما جبته أنا، ده أداني له ربنا. واعلموا يا أخواننا ما من شيء يمحق النعمة أكثر من إنك أنت تنسبها لغير ربنا. والله ما في شيء يمحق نعمة الإنسان أكثر من إنه الإنسان يصف هذه النعمة وينسب لغير الله سبحانه وتعالى. عشان كده ده قال ولئن رددت إلى ربي، مش هنا في الدنيا بس، بعدين قال لما نجي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف الله الزول متكبر كيف، ربنا سبحانه وتعالى دمر له كله. قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. عشان كده يا أخواننا أعرفوا لو داير ميزان بسيط لزول مختل في دينه كويس، اقرب نموذج بسيط تعرف به تشوف الزول ده بيفتخر بنفسه انه هو اللي عمل كده، انت عملت شنو انت قال نفسك؟
تم عمل ده حاجة. تبني آدم ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولهذا يا أخواننا واحد من الشعراء قال إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يا أخواننا البداعة دي خلونا منها أحسن وقفها لأنه شغلت الناس. تعرف أنا لما ننتهي أختم المحاضرة بكون يا دوب البتاعة دي استغرت وبكون ختمتها ومشيت. كويس. أول مسألة يا أخوان من مظاهر الخلل في المعتقد والذي هو مظهر من مظاهر الاستقامة الجوفاء. استقامة الجوفاء معناها سيدة كذاب كذاب وهو مختل. ده المظهر الأول. المظهر الثاني الاعتراض على حكمة الله في تقسيم أرزاقه على العباد وذلك في أيسر صورة أو صورة قبيحة يكون بكراهية نعمة الله على بعض خلقه. شوف في ناس عندهم اعتراض على ربنا لكن الاعتراض ده ما بقول اعتراض صريح ولكن هو اعتراض ضمني على تقسيم الله لأرزاقه على العباد. تلقى زهجان كون فلان ذاك الله اداه كذا من نعمة علم أو دين أو دنيا. ربنا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. دي الأشياء اللي بيحسد على الإنسان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. عشان كده بتلقى من في قلبه شيء من داء الحسد هو في الحقيقة معترض على تقسيم ربنا. زي ما ديلا قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. من مكة والطائف ما كان القرآن ده ينزله على واحد تاني عظيم ما ينزل على محمد. هذا من حسدهم في أنفسهم واعتراضهم على الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك. ربنا بيقسم الرحمة كما يشاء ويقسم نعمائه كما يشاء وكما يريد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. شوف أقل درجة تكون زهجان. وهذه الأمراض انتبهوا يا أخوانا هذه الأمراض من هذه الأبواب هي التي أفسدت جماعات كانت قبل اليوم لها صولة وجولة وتتكلم في الدين كلها خربت. سببها شنو؟ ده ليه عنده كده وذاك ليه عنده وفلان ذاك. يا ناس هذا مرض وده خلل في الاعتقاد خلل في العقيدة. لأن أول ذنب عصي الله تعالى به كان سببه ده ذاته إبليس. لما ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ليه ما سجد؟ قال أسجد لمن خلقت طينا. بالله شوف الكلام ده كيف. أسجد بيرفع في نفسه. أسجد لمن خلقت طينا. عشان كده العلماء قالوا داء الحسد مبني على ثلاثة أمور. الأول الاعتراض والثاني الاحتقار والثالث الافتخار. أي زول
في قلبه شيء تجاه واحد من الناس فيما قسمه الله، أعرف إنه عنده ثلاثة دين. أولا الاعتراض، الاعتراض على منو؟ اعتراض على ربنا. ربنا يرزق من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ده ربنا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، ده بيقسم ربنا. أول حاجة ده اعترض. اثنين احتقر، لما نقول لك ده ليه ده كده، ده احتقار له، ما ربنا أداه فيش من يعني. وثلاثة افتخر بنفسه، وأي واحد من ديل مرض براو. ولهذا كان هذا الأمر سببا في عداوة المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل، راجع تفسير ابن كثير عند قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك، ما قاعد يقولك الضاب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل لما سألوه قالوا هل محمد صادق أم كذاب، قال والله ما كذب محمد قط، يوم ما كذب. طيب قالوا وفيما العداوة؟ قال تنافسنا نحن وبنو هاشم الشرف، قال أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، قال حتى إذا كنا كفرسي رهان وتجاسينا على الركب، يعني اشتد التنافس بيناتنا. قال قالوا منا نبي، وأين نجد لهم نبي؟ نحن نلقى نبي وين؟ قال عداوتهم ما حيينا، ده السبب. شكد ربنا قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ما درينا النبي يكون من 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 بني هاشم، بس ده موضوع كله. إذن يا أخواننا نحن عشان نعالج دواخلنا، وأنا في اعتقادي وإن كانت الكلمة دي ما موجهة أو ما سبب أحداث معينة ولا موجهة لشخص معين، لكن زي ما أنا قلت لكم قبل نحن بنحتاج نرجع وراء ونقيف مع نفسنا وننظف تمام ونمشي قدام، لأنه لو ما نظفنا نفسنا ما بنمشي كويس، لابد نغربل البرانة دي، غربلة داخلية دي، نظافة في البيت يا أخوان، ما مرقنا الشارع، ألينا الشارع ما مارقين. أخواننا قبل في الحلقة نظموا الموضوع كويس، صوفية الدون تمام، الجماعة كلهم الملكلكين الدون كويس، لكن نحن موضوعنا الآن دايرين نرجع لنفسنا دي تاني ونراجع من الأول. هل أنت عندك مشكلة في نقطة زي دي؟ راجع نفسك يا أخي. المؤمن بيحب لأخوه الخير ويحب لأخوه الرفعة ويفرح بتقيه في دين ودنيا، تكون فرحان وتكون مبسوط جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإن كانت أخواننا أدواء زي دي، أنا ما بتكلم من باب إنه شفتها في أخواننا، الحمد لله ما شفنا عندهم إلا الخير، لكن دي وقفة عشان نحن نصلح تمام وما نمشي ملولوين. طيب ثالثا تعلق القلب بالأشخاص دون المنهج، من مرتكزات المنهج السلفي أن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الاتباع لأفراد الأمة من علماء ولا عقلاء ولا عباد، لا أبدا، الاتباع لرسول الله. ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الميكروفون خلوه أخواننا ما تعاونوا فيه بيصلح، أي بس الصوت اشتغلوا به. دي ذكرتني القصة بتاعت يحيى ابن يحيى، ده تلميذ للإمام أحمد للإمام مالك عفوا. يوم من الأيام والدرس شغال، بعدين جفيل برا في المدينة، ويحيى ابن يحيى جاي من أميز طلاب الإمام مالك،
جاي من بعيد. فالطلبة لما الفيل جاء كلهم مرقوا يشوفوا الفيل، قالوا الإمام مالك بدرس، إلا قعد يحيى بن يحيى براو. فسأله الإمام مالك قال يا يحيى لما لم تتبع زملائك؟ لما مشيت معهم؟ قال له يا إمام إنما جئت هنا لأسمع من مالك لا لأرى الفيل. أنا جيت هنا قال له موضوعي مع مالك ده، ما موضوعي مع الفيل. شكدي الهلال خلوه يا أخوان، دي ما فيها حشرات بتعمل دخان، ما في شيء. طيب المنهج السلفي يا أخواننا عمدته أو من أساسيات المنهج الاتباع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ابن عباس لما اختلف مع بعض الناس في مسألة التمتع بالحج إلى العمرة، بعضهم قال له أبو بكر وعمر يريا كذا وكذا إنه الحج ما يكون تمتع. ابن عباس قال لهم أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال منو؟ لاحظ أبو بكر وعمر ده السادات الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يا أخواننا كده ببساطة أكان حجارة من السماء بتقع فوق زول أخذ برأي أبي بكر وعمر في اجتهاد لهما أها وخلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بجماعات ناس بيقول لك قال دكتور فلان وقال شيخ فلان وقال أبو ولا برأيه هو مرات ولا عالم برأيه بس بمزاجه. يا ناس شوف الاتباع للسنة، ما تتعصب للرجال. والله أنا بشوف في بعض المقالات والحاجات اللي بيكتبوها الشباب في الفتنة الحاصلة برا دي، هنا الحمد لله احنا ما عندنا الشغلة كويسة. برا ناس يقول لك شيخ محمد قال كذا وشيخ ربيع قال كذا وده بيكتب وده بيكتب في عبارات فجة وفي خطر. الواحد يقول لك نحن مع أئمتنا الثلاثة ولا نحن مع ذاك. يا زول إياك ثم إياك تكون مع شخص معين، أنت خليك مع الحق، ما تربط نفسك بإنسان. شنو يا أخي أنا مع فلان؟ طيب فلان ده لو ضل هل بتأمن؟ أنت بتأمن إنه فلان ده يكون مستقيم؟ بتضمن؟ الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود، لكن عبارات والله مخيفة جدا. يا ناس السنة وين؟ الإمام الشافعي فيما نقل الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، يوم من الأيام واحد سألوا عن مسألة فأجاب الإمام الشافعي بالحديث، قال له قال رسول الله كذا وكذا وكذا. ذاك اتلفت عليه قال له وما تقول أنت يا إمام؟ بعد ما أدى الحديث قال لها وانت رأيك شنو؟ فغضب الإمام الشافعي غضبا شديدا، قال أتراني في كنيسة؟ انت شايفنا انا جوا كنيسة؟ أتراني أربط زنارا؟ رابط لي زنار في نصي؟ أقول قال رسول الله ولا آخذ بكلامه؟ شوف يا إخواننا تعظيم السنة كيف عند السلف؟ تعظيم السنة، لكن ديل ما تعلموا كده. وإياك تتعلم تعليم زي ده. أنا مع فلان وأنا مع شيخي فلان وأنا مع ده. يا أخي أنت خليك تبع الحق. وأي مسألة طرحت انظر في المسألة بتجرد تام، تجرد للدليل من الكتاب والسنة، انتهى الموضوع على كده. شنو أنا مع فلان ونحن مع ديل ونحن تابعين لده وديل شباب فلان؟ ده كلام فارغ يا ناس. طيب ثلاثة، عدم التخلص من خصال الجاهلية. في أمور زي دي بتكون عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بتنتهي. قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية
لا يتركونهن، ما بخلون. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. شوف المسائل دي لو ما تجردت فيها انت دي مشكلة كبيرة جدا. لا تنظر لأخيك نظرة مادية، ما دعاني انت تشوف تقول ده ساكن وين، ده انت ساكن وين، بحري، شعبية، صافية، ساكن الكويت ولا زقلونة ولا ساكن مايو بالنص، ساكن وين انت؟ هذا هو الترفع والنظرة إلى الناس نظرة مادية. يا أخي ده أخوك في الله وجمع بينك وبينه الإيمان، وما في رابط أقوى من ده تاني. عشان كده فيما أعرف لا يوجد مجتمع حقق هذه المسألة بنسبة عالية جدا غير المجتمع السلفي. إنه الناس إخوان على أساس العقيدة دي والله إلا تلقاها داخل المجتمع السلفي، لكن الناس الآن طائفية وعرقية عجيبة جدا، والواحد ما يحصل شيء إلا وحزب الناس على أساس العرق بتاعه. تلقى تكتلات، ديل بيجاي شماليين وديلك شنو وديل بهنا، وكتل وقبائل وسحنات، والتعليق على الناس بسحناتهم. والله أنا في واحد، معلش أنا قلت المحاضرة دي ما متعلقة بزول، وبجد ما متعلقة بزول، لكن في كلمة قالها واحد حرقتني والله كويس. أنا سمعت التسجيل بتاعه، شنو قال؟ تجيب لنا قصايد بتاعت قبيلة، في واحد من أخواننا بيكتب، هو من أخواننا الجعلين ديل، وبيكتب بلغته بلهجة أهله، ما دي لهجته بيكتب بها. قال لي تجيبوا لنا ده يكتب بلهجته، وده شنو ده قال، ودي تفرغ عنصرية. هو اللي دار يدخل مثل هذه العنصريات، وده مرض يا اخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خصال الجاهلية او كما قال تحت قدمي، لا فرق لعربي على عجمي الا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. شوف خصال الجاهلية لو ما طلعت من الانسان ما يسلم له دين. انت تحب وتبغض على اساس الايمان والتقوى، ما في غير كده تاني. لا بد من التنقية يا أخواننا في الجانب ده. طيب رابعا من المظاهر أيضا يا أخواننا اللي بتحتاج إلى معالجة التثاقل عن العبادات والفتور. إنت لو فيك حاجة زي دي شوف طريقة عليها، ولا بد. ربنا سبحانه وتعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فتران الصلاة ما شيلها فتران. قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أعمل حسابك أنت فتران النوافل كيف بتصلي، ولا بس يا الفريضة؟ في صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث طلحة قال جاي من بعيد يسمع دوي صوته ولا يدرى ما يقول، هناك الشعر من الأعراب، أول ما قرب بقى بيسأل في النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال له أخبرني ما افترض الله عليه من الصيام، قال له شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. بعد ذاك بعد ما خلص الأعرابي أسئلته انطلق، قال والله لا أزيد على هذا، انتبه، قال ولا أنقص، ما بنقص. أنت بتقدر صلاة ما فيها نقيصة، قال ولا أنقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، إن صدق ده خد تحت خطين. تقدر؟ إذا ما بتقدر أخوي أعمل لك زيادات ثانية، زيد زيد صيام شوية، تقدر؟
زيد بعد ذلك في الصلوات النوافل، اقرا قران. كثير من الناس في وحشه بينه وبين القران، تعرف مما يمسك المصحف ده بيقوم بململ بتين يفكه، الورد بتاعه من القران زين مجبور عليه يقراه كده تعبان ويعرق ويرجف، دار ينتهي بتاني يخط المصحف ويمشي. العلاقة مع القرآن تعبانة. قال ابن مسعود: لو صحت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا. ما بتشبع. ها؟ القرآن بعيد. النوافل بعيدين منا. الأذكار بتاعت الصباح والمساء. في ناس الواحد بيبداين كده بس بيقول لا آية واحدة، آية الكرسي ممكن والباقي ما في. ومرق ودايش في الدنيا، دايش التلفون ده قدام وشه اقل حاجه 5 ساعات في اليوم، والمصحف 5 دقائق. وبعد الواحد يقول لك والله ما ولا انا بس الايام دي فترانين كذا الحلقه ما قادرين نجي. تقال فتران ليه؟ الحلقه دي لا طاغه تجيبك ليها، والعلم داير طاغه، والصلاه دي دايره طاقه، والطاقة بتاعتك في العبادة. أي زول عنده زاد من القرآن بتزود من القرآن وبيقرأ وبيصلي ده تلقى نشيط. النوع اللي بيجي بدري بيركب الميكروفونات بتاعت الحلقة. الزول لو ما عنده طاقة من العبادة ما يقدر يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده الناس اللي بتساقطوا كل مرة وقع واحد، وزي ما قال أخونا منو قال القطر ماشي وفي ناس بيقعدوا داك منو عبود مش قال في قطر ماشي وناس بتلبوا. الناس اللي بتلب انت قال لي الواحد ما عنده مروه يواصل، الزاد تعبان، زادك ضعيف. عشان كده ربنا قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك شنو قولا ثقيلا. القول الثقيل ده تمسكه كيف؟ ده اللي قران بالليل، ده معنى الكلام. داير قران بالليل عشان تقدر تجيب على حيلك انت، عشان تقدر تشتغل دعوه، عشان تقدر يكون عندك نفسيات في قلبك ده انت تحترم اخوانك وتقدرهم وتقدر ما تحمل من العلم وما تحمل من الدعوه وتعطي هذه الدعوه حقها. انت تحتاج الى عمل، داير عمل ثقيل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. مش الآية دي فيها إنه أنت بتهب نفسك وبتهب مالك لله؟ شوف الآية البعدية، ديل يا هون الناس اللي بيهبوا نفسهم ومالهم. قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ديل يا هم اللي بيعملوا قبالة دي. تقال الجهاد ده يزول بمرق؟ ولو ما جاهدت اليوم في التوحيد ونشره وتعليمه وتطبيقه كويس والصبر عليه ما حد جاهد بعدين لو جاء جهاد شرعي واستنفرك الحاكم انك تمرق تجاهد في سبيل الله، ما حد جاهد. لانه الليله اللي ما قادر عليها ما حيقدر عليها بعدين. وبالتالي يا اخواننا من اعظم مظاهر الاستقامه الجوفاء هو الفتور في عباده الله سبحانه وتعالى. ومرات انت عارف في ناس من شدة المعركة المدورة بينك وبين الصوفية في ناس بتخيلوا انه اي حاجة بسواها الصوفية دلتا احنا ما داري بتكش منها ذاتك انت. مما تلقى واحد صوفي يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انت ده ما ذكر كويس، انت بتكره الصوفي صح؟ ما تكره الذكر ده معه برضه. في ناس الاذكار ذاتها بخلوها عشان يقول لك عن الصوفي ده بالله عنده يخلي الصوفي ويخلي الذكر معاه ذاته. يا ناس ده ما حقهم، الصلاة على النبي دي ما حقتهم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. تخلى له صوفي؟ ما تخلى له. طيب خامسا التساهل في المحرمات، ودي لعلها النقطة قبل الأخيرة، وهي وفيها مسايرة خطوات الشيطان في أمر النساء خاصة. بني آدم ده مركب من شهوات كثيرة. ربنا قال زين للناس حب الشهوات، أها أول شيء شنو؟ من النساء. دي واحد تبغى تقول لي لا لا ما الموضوع ده أنا اتزوجت، اتزوجت برضو تقاعد. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ده البني آدم شهوات دي قاعدة جواه، ما تضبط إلا الدين. شهوة نمرة واحد النساء، والشيطان بيسوقك بخطوات خطيرة جدا، ويدخل لكل أحد بباب. إذا لقاك أنت زول ساي لافي في الشوارع وبتاع حفلات وغنى وكده، يدخل عليك بباب الحفلات والغنى يقول لك بالله كده أحضر الفيديو ده والحفلة دي وكتمة وشنو ما عارف إلى آخره. أما أنت مولانا ممكن يقول لك أحضر حفلة، والشيطان ممكن يخليك. يدخل عليك ببابك أنت ذاته يقول لك في أخوات دائرات دعوة إلى الله بهنا، دعوة إلى الله. أنت طوالي بتجي تقول أيوة نعلمهم، بدل ما يعلمهم ذاك نعلمهم أنا، وبتخش معهم في الدعوة إلى الله وبتمشي الشغلة بتسرح. يقول لك ده جروب، لكن صحيح فيه بنات، لكن لابد أنت تخش وتساهم مساهمتك فيه. خش في الجروب ده، دخلت فيه واحدة خشت لك في الخاص بهناك، يقول لك لا خلاص دي معناها يعني يتفتح لها باب الهداية، يتفتح الباب، هو باب يتفتح لك انت ما عارف يا تو تروح ماشي. فيتساهل الانسان، ما تتساهل في هذه الجوانب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الفتن في الدنيا دي كثيرة، فتنة الدجال ما أضر عليك من النساء، وخاصة من استقام. شفته الزول ممكن أسا أي واحد منكم، وفي الغالب قبل اليوم كنتوا عوام سهل لافين في الشوارع والجامعات وسجاير وبتاع، كثير من الناس كده. زمان البنات ما عندك حساسية معين شديدة، عادي يكون قاعد في الجامعة خالط له أربعة وخالف كراع وفي نصين وعادي جدا. لكن بعد ما أنت بقيت سلفي السنسر بتاعك بيكون عالي جدا، حساس جدا، ما زي زمان. زمان انت ما بتقول البنات، هسه بيقول لك كل انسان حاط تقول الشارع ده مليان بنات جم من وين دي لسه؟ هي من زمان قعدات، لكن انت يا دوب السنسر بتاعك اشتغل. لانه زمان ابليس كان شغال فيك في جانب ثاني، شرك وبدع. ابليس لما الشرك يكون بغادي ضمنه فيك بفك لك البياي ده. ده بخليك انت تشوف نفسك كده انا بفكه لك. لكن اول ما لقى فيك فرصه بيبقى انت احساسك عالي هنا. وبيأذاك اذى شديد. وبالتالي ابتعد عن دي. واثنين، شفت دي اعظم الفتن، الاولى فتنة النساء وخطوات الشيطان ابعد منها. اثنين فتنة المال، المال ده كمان فتنة براو. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه قال لكل امة فتنة، وفتنة امة المال. المال ده مشكلة، والناس اليوم بيقعوا في فتنة المال بحبائل الشيطان وبالشبهات. يخش عليك يقول لك لا لا دي والله معامله ما في حاجه عاديه جدا، والناس كلهم شغالين بها. معقول السوق ده كله يقول لك يكون غلط وصحيح؟ انت براك اشتغل ساعه زول ما في حاجه تشتغل. بل دائما البني ادم بدور المال البارد، المال بيشتغل فيه ذاته كويس، وخاصه لو انت عودت نفسك انك تاكل من عرق الرجال. اوعى تعود نفسك تاكل من عرق الرجال. اشتغل انت ده، اشتغل براك وتقسم. واحد يقول لك يا اخي انت ما دام اصلا داعيه وكده، فيا اخي امشي في لك منظمه خلات تفرغك يا اخي. شوف لك منظمه، انت داعي الى الله، رجل عالم، ما تشتغل يا اخي. شوف لك منظمه تفرغك وكده. وي ما يغشوك، لانه اللي بيديك قرش بيده دي بيديك منهج بيده دي، اما حسابك
منظمات اللافة والجماعات والفرق إنما تشتري الدعاة فتغسلهم. اشتروك قبل اليوم دعاة احنا بنعرفهم. والله في ناس في التوحيد ده قويين قوة. في شيخ بي جاي في حلة خوجة اللي كان ومهم في الصافية وده ذول قرانة وذول قوي في القرآن استشهد بالقرآن كأنه القرآن ده بين عينيه الآية الدائرة بجيبها من المصحف وقوي في التوحيد كويس. لكن أول ما دخل على تلك المنظمات وأصحاب الأموال سرقوا منه التوحيد وسرقوا منه منهجه وخلوه قاعد بجلابته النظيفة قدوه شال سمح حطه في كتفه. واحد من أخواننا نصحه طلع على الشال قال له السروري ادوني الشال ده انتوا اديتوني شنو شال سويسري. مرضى ضاع الناس بسبب الجري وراء الأموال وشكلوا في النهاية كل الجماعات فرتقت وشكلت. ليه؟ واحد منهم كان بيقرأ عليهم الآية في سورة التوبة ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. شكلهم في قرشات وضاعت دعوتهم وضاع كل شيء. فتنة المال أعمل حسابك منها تكسب وأعمل. عمر الخطاب رضي الله عنه كان يوم بيعمل وجاره يجي يحضر الدرس والعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكرة جاره يمشي يشتغل وعمر الليلة يحضر. فلما يكون الإنسان لما تكون أنت بتتكسب بجهدك وبعملك تكون عزيز. ما بدل بيجي يقول لك الليلة قول لنا كده وبكرة ما تقول لنا كده. دعاة يا أخي واحد عنده عمارة هناك كده في الخرطوم اشترى الدعاة كلهم بالصف بيكونوا قاعدين في الجامع حقه بالصف. يا ناس دي الدعاة قاعدين بالصف يقول لي ده تتكلم ولا ذاك ما تتكلم وانت بكرة وانت خلاص ثاني ما تجينا وانت جاوب على الأسئلة وذاك ما تجاوب اسكت ساي يديهم تعليمات وهو ما حافظ جزء عمه ما حافظ جزء عمه. شوف كيف أذلوا العلم أذلوا العلم. السلف كان يقولوا العلم يؤتى إليه ولا يأتي. العالم من علماء السلفية لو واحد زي ده نادوه ما يمشي له. العلم يؤتى إليه ولا يأتي. عز العلم يا أخي عز المنهج بعفته. شاعر قال استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. تجمل بالعفة خليك عفيف عشان تكون عزيز وتملك قرارك وتملك منهجك. فيا إخواننا الناس انتبه لهذه الفتنة العجيبة. أخيرا أو قبل الأخير البعد عن مجالس العلم وصحبة الأخيار. الإنسان مما يبتعد عن إخوانه تلقفوا الشياطين وتلقفوا المرضى ويبقى لغمة سائغة في أيدي من يعبث به ويتلاعب به. فالإنسان ما يبعد من أخوانه ما تبعد. والله يا أخوانك دين لو بتجي تقعد تتونس معهم لا في درس ولا في محاضرة ولا في خطبة جمعة بس سمعت إنه أخوانك دين قاعدين لهم في بيت بيجاب يتونسوا ونس ساي تعال أقعد أتونس معهم وجيبوا الفتة قطعوها وكلوا واشرب لكم شاي وامشوا حالكم. والله تستفيد. ربنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كثير من الفتن ربنا بيعصمك عنا بأصحابك. والله في مسائل كثيرة نحن هذا عاملين فينا شيوخ وبنتكلم والله ما تفهمها إلا من بعض أخوانك ومن الصغار تفهم منه معلومة. يا أخي أقلاها لو استفردك الشيطان وأغواك بحاجة معينة أنت قد تتذكر أخوانك دين. لو ضعفت مراقبتك لربنا بتتذكر أخوانك دين. تقول يا أخواننا معقول أنا أعمل كده وسا أخواني دين تاني يقولوا شنو يقولوا علي شنو والمجتمع حيعيرهم بينا فيبقوا لكم مزاتهم باب بتاع حماية ورجعوك لورا يرجعوك للحق.
فالزول وما يجفو. طيب اخيرا وهذه نقطه لعله انا اخلي الشيخ متزمل يعلق لنا عليها اكثر، لانه انا ضمت كثير خلاص وقفته، غلظ الطبع والجفاء وتحطيم الجلساء. يا اخواننا ما من صفات المؤمنين الغلظ في الطبع، دي من صفات اهل النار بالمناسبه في الحديث الصحيح. زول غليظ وشديد، لا لا لا، انت تكون لين وهين، هذه صفات اهل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عنه ام معبد قالت محشود محفود، محشود يعني لو بدا يتكلم الناس بيحشدوا بيتلموا، محفود بتلفوا حوالينه، لا عابس ما بيتكلم معك وصار اليك، ولا مفند. المفند ده الزول اللي بيطاردك، انت تكون قاعد معاه في الونسه بيطاردك مطارده شديده خلاص، لما انت تكره القعده معاه قدر ما تقول لك كلمه كده ولا كده، يقول لك ده ما بجوز يا اخي كلموك ونكلم مره يعني تزال. بيطاردك يا اخي، اتحير الناس بالموعظه مرات كثيره، الزول بيكون قاعد معك يفلت كلمه كلمتين، انت ما مش يعني انت ما بتامر بالمعروف وتنهي عن المنكر، المطلق واحد يقول لك هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اما هلها وانت بتجيب لك منكر اكبر منه، اما هل تشوف ذا العمل غلط خليه تضحك وتتونس، تجي بعدين المناسبه زدت تزرق له المعلومه كده وبيستلمها بمزاج الوقت ذاك، لكن ما تطارده ولا مفند. انس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنوات أمه جابته غلام صغير أدته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما قال لي لشيء فعلته، لما فعلت ذلك أو لو أنك فعلت ذلك. يا خليك هين عشان الزول ذاته يريد القعدة معاك ويجي يتونس معاك، شوية شوية أنت بتقدر تغير وتقوم وبتصلح، لكن ما تبقى زول غليظ ولا تبقى زول فج وفظ. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حتى للصغار. مالك بن الحويرس قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 يوما، قال فلما رآنا قد اشتغنا إلى أهلينا ونحن شببة متقاربون، أولاد صغار هم كانوا، قال وكان رحيما رفيقا، أول ما شفنا طولنا من أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، و فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. لاحظ الشاهد من رحيما رفيقا، يا أخي أنت في جلسائك وأخوانك خليك لين وهين ومعاملتك طيبة، ده مما يدل على انه انت بتحب اخوانك وبتحب لهم الخير. اما زول الناشف وزول عامل فيها متعالم على الناس وكل ما انت تجي مناسبة وداير يبرزك عضلاته العلمية تقول لك كلمة تقول لك لا لا، قال ابن عبد البر في تمهيد، يا زول تبرز عضلاتك علينا، يكرهك ابن عبد البر ويكرهك التمهيد ذاته. يا مسلم خليك لين واعرف كيف توصل لاخوك المعلومه باسلوب طيب وباسلوب جميل، وخلي عشرتك حلوه مع الناس، خلي عشرتك حلوه بعدك انت، الناس دي ممكن تسوقها لاي اتجاه، وخاصه السودانيين دين، تعرف السوداني ده مما يحز بانك انت قدرت تترفع عليه وتتعالم عليه وعامل فايت ابو منو ما عارف، ده ما داني ما بتنفع معه نهائي، ما بتنفع معه نهائي. فتعرف كيف تسوق الناس باسلوب طيب واسلوب جميل وعشره طيبه، ده يا اخواننا من علامات الخير وضده من علامات الاستقامه الجوفاء. لعله في كلام ثاني، انا خلوني على كده اخواننا، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله.